اليوم رح نعمل كيكة الكريم كراميل أو قدرة قادر. هون حطينا 4 كاسات من الحليب، لأنه رح نستخدم 4 ظروف من الكريم كراميل، كل ظرف بياخد كاسة حليب. هلأ مثل ما شايفين فتحنا ظرف الكريم كراميل، بيكون فيه طبعا ظرفين. رح نحط الظرف الأول مع الحليب، بعد ما ضفنا ظروف الكريم كراميل رح نحركهم على البارد لحتى يذوبوا منيح، بعدين بنحطهم على النار ونتركهم ليغلوا منيح، يعني تقريبا بياخدوا 10 دقايق على النار. هون هلا رح نستخدم الظرف الثاني ورح نحطه بصينية هنخبز فيها الكيك. وهون بعد ما خلص الكريم كراميل رح نضيفه على قالب الكيك، بعد ما منضيفه طبعا بنتركه على جناب ومنعمل خليط الكيك. انا هون استخدمت كيكة شوكولا جاهزة، رح اعملها بنفس المكونات المكتوبة على الخليط. طبعا انتو فيكم تعملوا كيك شوكولا عادي، مو شرط تجيبوا خليط كيك ابدا، بس هذا اسهل واسرع. مثل ما هون شفنا احتجنا 3 حبات من البيض وتقريبا بدنا 80 ملي من الزيت و275 ملي من المي، وبعد ما نخلطهم بنحط معهم خليط الكيك الجاهز. مثل ما شايفين هلا كيف عم نعمل الكيك، واذا بتحبوا ان شاء الله حنزل طريقة كيكة شوكولا فيكم تعملوها كمان مع هاي طريقة الكريم كراميل. بتمنى تكون وصفاتي عم تعجبكم، واذا كنتوا جداد على القناة بتمنى تشتركوا بالقناة عشان اتشجع ونزل وصفات اكثر. شكرا لكم على دعمكم، ونرجع هون للوصفة. شفتوا كيف ضفت خليط الكيك بالتدريج؟ هيك بيكون افضل واحسن. وبعد طبعا ما منخلص نصبه فوق الكريم كراميل اللي احنا عملناه. شوفوا كيف. وكمان في معلومة مهمة، بدنا صينية اكبر من القالب عشان نحط القالب بقلبه ونعبيها مي، لازم تكون يغمر القالب. شوفوا كيف. هون بعد ما خلص من الفرن تقريبا اخد 45 دقيقة، بدي احطه بالبراد لمدة 7 ساعات او اذا عملتوه بالليل لتاني يوم. وهي الشكل النهائي للكيك، وبتمنى تكون عجبتكم الوصفة، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة والتعليق، وشكرا لدعمكم كتير كتير، ونلتقي بوصفة جديدة.